كمان يمكن الزمالك مقبل على خوض مباراة ودية أمام فريق النصر الليبي، واللي يمكن التوقف الدولي بيجي وواحد بيوحشه نادي الزمالك، ونقول إمتى يرجع تاني نادي الزمالك مع طبعا حماسنا لمباريات منتخبنا الوطني، ولكن بنتكلم على المستوى المحلي، انتمائنا الأول والأخير. فجالنا كده هدية من السماء ومباراة ودية مقرر ليها يوم الجمعة المقبل في مهرجان يعني اعتزال لاعب الليبي خالد حسين. الخبر الصار بقى ويمكن اعلناه انه قناة نادي الزمالك هتذيع مباراة الزمالك والنصر الليبي حصريا على الهواء مباشرة من خلال شاشة قناة نادي الزمالك واستوديو تحليلي خاص للمباراة. جوزيه جوميز عنده اكتر من حاجة يعملها في المباراة دي، مباراة احتفالية، مباراة الناس كلها متحمسة في ليبيا تشوف الزمالك، تشوف لاعبي نادي الزمالك، تشوف شيكابالا اللي اتكلموا عليه النهارده وقال لك احنا بنحس ان شيكابالا لاعب ما بيكبرش، كلنا بنحس ان شيكابالا لاعب ما بيكبرش. فهتكون مباراة تشرف كل جماهير النصر الليبي وكل جماهير نادي الزمالك، مباراة تخرج ليها قيمة وليها شكل وليها تاريخ فرقتين وتاريخ بلدين بالتأكيد. فبإذن الله المباراة دي نستغلها أحسن استغلال في نبرفورم أو نستعرض كده طريقة لعب نادي الزمالك والفن والهندسة، والجمهور الليبي يستمتع بنادي الزمالك. جوزيه جوميز عنده أكتر من حاجة، ممكن نشوف أكتر من لعيب، ممكن نشوف الونش بيلعب لأول مرة، الله أعلم. مباراة زي دي يعني يبدأ يديله واحدة واحدة. بإذن الله مباراة تكون مباراة خير.